أحرزت الطالبة السورية نور علي سلمان إنجازا علميا بعد تفوقها على جميع طلاب المدارس الأمريكية في امتحانات الثانوية العامة في الفرع العلمي وفق المنهاج الأمريكي. وعليه تلقت رسالة من البيت الأبيض موجهة من الرئيس باراك أوباما يهنئها فيها على التميز بالتفوق على أقرانها ويحثها على متابعة النجاح والتميز. وقد تلقت نور مع إعلان نجاحها المميز عروضا من جامعات عالمية لدراسة الطب لديها. مشاهدينا للمزيد تنضم إلينا نور عبر الهاتف. نور، ألف مبروك هذا التفوق والتميز. بداية يعني أنت حصلتي على شهادة تفوق وحصلتي على رسالة وحصلتي على عروض من الجامعات، الكثير من التعب وراء هذا الإنجاز، كيف تصفيه لنا؟ أولا مساء الخير ومرحبا وتحية كبيرة لسوريا اللي اشتقت لها كثير. بالبداية بس بحب أقول أنه عذروني، أنا لغتي العربية ما أنا كثير قوية، سليم وقتها كان عمري 7 سنين برا البلد. نعم نور. وبحب اقول انه مزبوط اني تلقيت هالشهادات وهالعروض، بس صراحة ما بحس انه هالنجاح نجاح لو ما كانت سورية مربوطة يعني باسمي. نعم نور، بداية الى اين سينقلك طموحك في المرحلة المقبلة؟ يعني بعد هذه العروض وهكذا شهادة، ماذا ستفعلين بعدها؟ الى اين ستتجهين؟ انا اجتني عروض من كندا وامريكا وبريطانيا وايرلندا، بس هلا اخترت اني اروح على جامعه ايرلندا للجراحه لانه هي من افضل جامعات العالم للجراحه، فان شاء الله رح اروح باتجاه الطب. ان شاء الله بالتوفيق يا نور. نور، ما الرساله التي تقولينها لاقرانك، للطلاب تحديدا في الوطن وبشكل عام للشعب السوري الذي كان سعيدا جدا بانجازك عندما سمع بهذا الخبر؟ صراحه اللي بحب اقوله انه قلت هاي الشيء من قبل، أنا شهادتي صراحة ما بتتقارن بالتضحية اللي عم بيقدمها الجيش العربي السوري. فأنا مثلا عمي وائل سلمان استشهد ببداية الأحداث، وعم فكر أني بخجل أني أهدي شهادتي لإله ولأي حدا من الشهداء، لأنه هن المواكب من النور وما فيني أقدم شهادة بالتضحية اللي قدموها هن، فكيف فيني أهدي الأبطال اللي هدوني وطني؟ فعشان هيك يعني بقدم علمي ومستقبلي لكل عسكري ولكل شخص عم بيدافع عن سوريا وعم يحمي وطننا، وبحب اني اوعدهم اني عن جد رح كمل كل واعمل كل اللي يفيد وكمل دراستي لحتى ارفع لهم راسهم ببنت بلدهم ان شاء الله. نعم، انجازك نور ووجودك كسوريه في المغترب بهذا التفوق هو اهم رساله، وهي لا تقل عن اي انجاز اخر. بدايه الرحمه لعمك الشهيد وائل سليمان، ونهنئك مره اخرى على هذا الانجاز، ننتظرك قريبا باذن الله في سوريا. شكرا لك نور سلمان، كنت معنا مباشره عبر الهاتف من امريكا. شكرا لك.